اهلا بيكم مره اخرى، والفقره الاولى معانا النهارده مع النقاد الرياضيين المحترمين. دايما فقره النقاد الرياضيين بتكون فقره مميزه جدا، يعني يمكن بيبقى بنشوف وجهه نظرهم النقدي في المباريات وليس الفني، رغم ان معظمهم كانوا بيلعبوا كوره يعني، وطبعا تاريخ كبير من التغطيه الكرويه يعني في مصر وسنوات طويله، لكن دايما بنحب نشوفهم من منطلق المانشيتات اللي ممكن تتقال بعد اللقاء، و يعني تعليقهم على السوشيال ميديا، على المواقع، على الجرائد المختلفة، وتركيزها وكلامها عن نادي الزمالك. معايا طبعا الأستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير طبعا ومدير طبعا تحرير الأهرام الرياضي الأستاذ عبد الشافي صادق. ازيك يا أستاذ عبد الشافي؟ أهلا بك كابتن خالد. ازي حضرتك؟ ومشرفني. سعيد بيك. الله يخليك. ويعني عشرة عمر زي ما بيقولوا. طبعا ربنا يديمها ويديك الصحة، وأنا سعيد جدا أني موجود معاكم النهاردة مع كوكبة من نجوم الصحافة، وانت واحد من نجوم الاعلام المميزين، واتفرجت على اول حلقة كانت رائعة. الله يخليك. الله يخليك. كان نفسنا بس تكون الزمالك كسبان، بس الحمد لله. انا كنت هنا ونفسي سادت ومشيت. الله معلش. طيب معايا طبعا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ صبحي عبد السلام، طبعا رئيس تحرير الكرة والملاعب. استاذ صبحي ازي حضرتك؟ اهلا بيك كابتن خالد، مساء الفل. ازيك؟ وانا سعيد اني معاكم مع اخويا العزيز عبد الشافي والاستاذ محمد الراعي. الله يخليك. الله. طبعا الناقد الرياضي الكبير ومدير تحرير جريدة الدستور، وايضا المعلق المميز الاستاذ محمد الراعي. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بيك وسعيد بيكو وبجمهور نادي الزمالك، وان شاء الله يكون البرنامج يعني حائط صد لنادي الزمالك ودرع وسيف لنادي الزمالك ان شاء الله. استاذ عبد الشافي، انت قد ايه دلوقتي في الصحافه؟ لا كبير كبير يعني. لا اديني يعني اول مره تكون فيها صحفي. هو طبعا في الاول الواحد بيسعى ان هو ياخد كارنيه النقابه زي ما بيقول. لا لا، ده كارنيه النقابه ده صح. حاجه صح. ده قرب يقدم يعني، ده خلاص انتهى. لا, 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 لا انا بتكلم يعني، انا بتكلم من امتى خدت كارنيه النقابه؟ انا خدت كارنيه النقابه سنه 95. 95 وقبليها صحفي قد ايه؟ وقبليها انا دفعه 87، صحافه دفعه 87. اشتغلت على فكره، ما اشتغلتش في الرياضه. لا والله. والله يعني اشتغلت في الحوادث، في الاخبار، اشتغلت في باب لستة وحدك مع الاستاذ مصطفى امين بنفسه. وعندي جوابات كاتبها لي بخط ايد وانا مبروزها في البيت. وايه اللي حولك للرياضه؟ اللي حول للرياضه حاجات كتيرة يعني. فوجئت ان حد بيكلمني في اخبار رياضه كانت لسه طالعه، وانا كنت ساعتها موجود في الاخبار. واشتغلت في الفن موضوع واحد عملته واعتزلت بعد كده الفن، بس حبيت الرياضه. بس لكن الرياضه حبيتها لان هي السياسه فيها ليها ناسها. وصعب قوي وسط نجوم السياسه، الاستاذ انس منصور، الاستاذ موسى صبري، الاستاذ هيكل، كل نجوم السياسه صعب حد يطلع وسطهم. لكن الرياضه سهل جدا انك انت توصل للناس، لان بص الرياضه هي افيون الشعوب. يعني احنا بنتكلم دلوقتي تقريبا حوالي 30 سنه. 30 سنه من 87 صحافه. او اكتر شويه. طيب استاذ صبحي اساله سؤال الاول، انت حضرت هيكل الله يرحمه؟ حضرت الاستاذ؟ الاستاذ طبعا عجوز قوي كده. انت كم سنه صحافه برضه؟ تقريبا نفس الجيل تقريبا. انا وعبد الشافي يعني برضه اخر التسعينات بدانا رسميا، ويمكن في منتصف التسعينات، اول التسعينات كمان بدانا، مش اخرها. بدانا ومساله كان ليها عندنا برضه. وبدات رياضه بعد مختلف. انا بادئ رياضه من الاول. بس كان في عندنا التعيينات زمان بتتم بالادميه يا عبد الشافي. يعني صبحي دخل امتى يبقى تاريخه الاول، عبد الشافي دخل امتى. انا تقريبا كان ترتيبي 26 في طابور في 26 صحفي، وكان كل سنه بيتعين صحفي او صحفي ونص. فكنت ابص في الطابور واحسب اقول ده انا ممكن اقعد 26 سنه واطلع معاش، مش هتعين. لحد ما طلع قرار عندنا في المؤسسه، عندنا في مؤسسه الجمهوريه، ان التعيين هيبقى بالكفاءه مش بالادميه. طبعا دي تفرق كتير. وخدمتني جدا لان انا طلعت من 26 لرقم واحد. والله في خلال شهرين من الزمالك، خلال شهرين كنت بتعين، مش 26 سنه بقى. فالصدفه لعبت دور كبير معايا، ولكن ده نتيجه اجتهاد في مكانك وفي شغلك. يعني بس عاوز اقول لك حاجه، يعني مثلا اللي اختارني ان اشتغل في الاخبار كان الاستاذ سعيد اسماعيل، مدرسنا اخراج صحفي، وهو اللي خدني من الكليه على الاخبار، وان شاف فيا ان انا اشتغل صحفي. فقعدت فتره طويله لغايه سنه 90 انتقلت رحت الاهرام. محمد، انا فاكر، انا عايز اقول لكم ان اول مره اكتب في جورنان في حياتي كان مع محمد الراعي. اكتشفناك صح؟ فاكر؟ خضري طبعا، كان في ومصطفى جويلي، كان مجله الزملكاويه. بداناها 97، لكن انا بدات في البدايه في 94 في الاحرار، وبدات الرياضه. وانا بطبعي بحب الرياضه لان كنت بلعب في غزل المحله. شفت صورتك وانت صغير. كان لي شعر، كنت احلى شويه من عبد الشافي. معلش، شعره كبير. كان عنده شعر. طيب عايز قبل ما نتكلم على الماتش امبارح وكده، عايز لان انتوا في النهايه صحفيين
كبار يعني. استاذ عبد الشافي، اللجنه الاولمبيه المصريه اصبح واضح ان في خط عدائي ضد رئيس نادي الزمالك. ده واضح. وبالتالي الخط العدائي ده ابتدى ياخد منحى مختلف ان هو يكون ضد الزمالك. مش ضد رئيس فقط، لكن ضد الزمالك. وده من منطلق ان جاي لنا جواب يعني من ايام فاتت ممنوع حد يلعب في نادي الزمالك. بص يا كابتن خالد، اللي بتعمله اللجنه الاولمبيه مش ضد كمان رئيس نادي الزمالك، ده ضد الزمالك كله. مفيش في العالم نادي بيلعب فرقه كلها الرياضيه بتلعب خارج ملعبه. ده عقاب قاسي جدا ضد نادي الزمالك. دي انا شايفها تصفيه في حسابات، شايفها مساله شخصيه ما بين رئيس اللجنه الاولمبيه وبين موقف المستشار مرتضى منصور اللي بيدافع عن نادي. طيب هل انتوا شايفين، وبعدين كل اعضاء مجلس اداره اللجنه الاولمبيه واخدين منحى خاص بيهم. يعني لو اتكلمت على هشام نصر، اتكلمت على ياسر ادريس، وطيب انتوا اتكلمتوا على خطاياكم؟ يعني تقابل تعاقب نادي الزمالك وتعاقب فرق نادي الزمالك وتعاقب جمهور نادي الزمالك اللي هو جمهور عريض وجمهور كبير، وكل الفرق دي انت بتعاقبها ليه؟ بتعاقبها عشان في موقف شخصي مع رئيس نادي الزمالك؟ طب وده حصلت فين؟ هل اللجنه الاولمبيه ميثاقها بيقول كده؟ لا، بيتكلم على الشفافيه والنزاهه. طيب هل اللجنه الاولمبيه الميثاق الاولمبي بيقول لك ان ما فيش فرقه رياضيه تلعب على ارضها؟ دي مشكله ممكن تتعاقب اللجنه الاولمبيه. وبعدين انت لما تيجي تتكلم عن النزاهه والشفافيه، ما تشوف تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. ده مركز التسويه اللي يفضل منازعات مخالفات للركب. لا يا استاذ صبحي هتكلم، وانا كان مفترض جبت ورقه معايا طلعته على الهواء. ماشي. لما كمان مجلس اداره قبل 3 شهور يطلع قرار لاعضاء مجلس اداره اللجنه الاولمبيه عشان يقبض 3000 جنيه في الجلسه في مركز التسويه وفض المنازعات، يطلع له اسم ايه، لقب ايه؟ خبير جلسات. يعني ايه خبير جلسات؟ حد يطلع يقول لي ايه يعني خبير جلسات في عمل تطوعي؟ المهندس ياسر ادريس ياخد 3000 جنيه ويطلع قرار بيه على فكره. الاستاذ ممدوح الششتاوي ياخد 3000 جنيه ليه؟ وبعدين في قرارات تم دهسها كتير، مخالفات الموجوده وتم تحويلها للنيابه، وهناك مخالفات، وفي قرار ممكن يصدر امتى الله اعلم، ده قرار السيد النائب العام، لكن في مخالفات جسيمه في اللجنه الاولمبيه. هو احنا بنتكلم على الشفافيه والنزاهه عن الاخرين واحنا بيتنا ما فيهوش شفافيه ونزاهه؟ يعني ايه حضرتك تحصل على اموال الدوله؟ يعني ايه حضرتك ان انا عشان استرد حق تدفع لي 15000 جنيه رسوم رفع القضيه او رفع الدعوه قدام مجلس التحكيم الرياضي؟ وبعدين عاوز اقول له حاجه مهمه، اللجنه الاولمبيه دايما بتطلع الفزاعه للناس، اصل النشاط ومش النشاط ونشاطه توقف. على فكره اللجنه الاولمبيه الدوليه بتعترف باحكام القضاء في اي دوله في العالم. عارف ليه؟ لان بيعتبروا ان الاحكام القضائيه هي سلطه الشعوب. القضاء دايما بينحاز للشعوب وهي سلطه الشعوب، فبيحترموا القضاء ده وبينفذوا احكامه. وكلنا فاكرين وقعت الملايات في الاتحاد الدولي لكره القدم لما اتقبض عليهم كلهم في فقعه الملايات. صحيح. ايوه دي كانت قصه كبيره. بس الصبح يعني برضه هرجع لك للنقطه، ايه يعني انا هل في لوائح اللجنه الاولمبيه بتقول مثلا لو رئيس النادي تعاقب فكل الناس تلعب بره النادي؟ يعني هو ده غريب. لا طبعا هي مش موجوده، هي مش موجوده فعلا. لا ده مش موجوده طبعا. يعني مين اللي اخترع الفكره دي؟ هو كانوا عملوا خطبوا رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور انه لو حصل ازمه او حضرت او حتى بتاع احنا هننقل الماتشات بره. طبعا انت هنا لو في موقف بين المستشار مرتضى منصور والسيد هشام حطب في اللجنه الاولمبيه، اعتقد انه لابد تلجا للوائح. صحيح، لوائح وفي قوانين وفي قانون الرياضه وفي وكل حد ياخد حقه باللائحه. لكن انا عايز اقول بقى اللي اكتر من كده، انا حزين لانه العلاقات بين المؤسسات الرياضيه في مصر وصلت للمستوى ده. انا حزين لان احنا في وقت من الاوقات عبد الشافي وصلنا الجمهور بتاعنا لدرجه التوحش، خلينا الجمهور بيشارك في صنع القرار. خلي بالك معظم القرارات والبيانات اللي شغاله كل يوم كلها مخاطبه للسوشيال ميديا والعقول الصغيره اللي هي من 15 ل 19 ل 20 سنه. انا بقول انه مفيش اليه عندنا لفض النزاع. في نزاع بين الزمالك واللجنه الاولمبيه طبيعي، في نزاع بين اللجنه الاولمبيه اي جهه ثانيه ممكن يبقى طبيعي، لكن انت عندك اليه لفض هذه النزاعات؟ هي دي المشكله، كل طرف بيتمسك بحقه وكل طرف بيستقوى بلوائحه. يعني نادي الزمالك اعتقد انه الاتحادات الرياضيه هي اللي بتبقى تابعه للجنه الاولمبيه مش الانديه. صحيح، يعني دي حاجه مستجد جديد جدا. طبعًا ده ليس عمرنا ما سمعنا عن الموضوع دوت انها تعاقب نادي، لكن تقدر تعاقب اتحاد بدليل انه النادي من عندك مش عضو في جمعيتك العموميه، مش عضو في الجمعيه. يعني صبح هو الاتحاد اللي بيعاقب النادي.
ما انا بقول لك مش اللجنه استاذ محمد اعتقد على مدار يعني سنوات انا كنت متابع جيد لان انا كنت بقالي اكتر من 12 سنه بطلع كل يوم تقريبا. انا عمري ما فاكر ان لجنه اولمبيه وقفت نادي غير الزمالك. بص هو يعني احنا ما حصلش في التاريخ. لا لا صح لا. على فكره خلت نادي يلعب بره ملعبه غير الزمالك. مش في مصر ده في العالم كله. احنا امام مؤامره كبرى على نادي الزمالك لان ايقاف رئيس النادي وانك تلعب ماتشات نادي الزمالك بره ارضك دي من غير خاضع للوائح او قوانين تماما. دي مؤامره كبرى معموله من شركات راعيه اللجنه الاولمبيه مع كل التقدير عايزين يصفوا حسابات مع رئيس نادي الزمالك فقال لك بالفرصه اسقاط نادي الزمالك. وازاي وزير الشباب يسكت على حاجه زي دي؟ ازاي نادي الزمالك وجماهيره واعضاء وزير الشباب على فكره انا برضو يا جماعه يعني طبعا وزير الشباب دكتور اشرف صبحي زملكاوي يعني طبعا. عشان نكون حقانيين لا يعني. اصل انا امام مؤامره لا انا بكلمك في نقطه وياسر ادريس في اللجنه الاولمبيه كان السباحه في النادي وهشام نصر امام نجم من نجوم نادي الزمالك وهشام نصر لعيب كره يد ورئيس اتحاد كره اليد وناصب نصر كيف لهؤلاء ان يسمحوا كيف لهؤلاء انه يسمحوا ان الزمالك انا بص ليس لي علاقه بخلافات رئيس نادي الزمالك مع اللجنه الاولمبيه لان انا شايف ان هو خلاف وصل ان يعني ده خايف من ده وده بيرد لا يعني اسمعني بس ده لجنه اولمبيه خايفه وبتتخذ قرارات مش موجوده في اللوائح ضد مرتضى فعايزه تخلص على النادي الزمالك فبتاخد في الصوره دي وزي ما قلت لكم مفيش اي لائحه بتقول كده. هنا السؤال اللي انا بساله دكتور اشرف صبحي مثلا وهو رجل يعني كان منتمي لنادي الزمالك ولكن هو وزير دلوقتي تمام ونادي الزمالك نادي مش صغير نادي كبير جدا في الوطن العربي مش في مصر فقط. وبالتالي ازاي انا اكون مثلا قاعد امبارح مع كابتن محمود الخطيب مثلا ومع هشام حطب رئيس لجنه اولمبيه عشان يحلوا ماتش في الكاس يعني يتلعب ما يتلعبش ده اساسا دور هاني ابو ريده مش دور هشام حطب ولا يعني دور هاني ابو ريده رئيس الاتحاد هو اللي يقعد. فانا وصلت المرحله اللجنه الاولمبيه قاعده بتحل الماتش بتاع الكاس طب وبتطلع نادي الزمالك بره خالص يعني يعني ايه المشكله اللي دي اللي انا اقعد فيها جماهير نادي الزمالك وبتعاقب عشان الاستاذ محمد بس كل الناس دي مشاركه في المؤامره ضد نادي الزمالك دي سبوبه ماديه ماليه للاتحادات فلازم اهدم نادي الزمالك. انا عندي السله رقم واحد في نادي الزمالك في الدوري اليد الطايره فانا زي وزير الشباب تسكت على حاجه زي دي. انت بتهدم نص الرياضه في مصر. كل اللعيبه تلعب في الصالات انت بتهدم يعني من الناشئين لغايه الكبار ما تقوليش في لائحه بتقول ان مرتضى منصور اخطا فوالنبي اقول لك تلعب بره ارضك. لا انت بتجامل بدليل ان انت ما في مشكله ماتش بتقعد مع رئيس النادي الاهلي والوزير بيروح يقعد لكن انت في نادي الزمالك القيمه نص الرياضه في مصر منتخبات مصر كلها في كل الالعاب في طايره في سد في سله في يد في كوره في كاراتيه كل حاجه عندك من نادي الزمالك والنادي الاهلي. خد بالك انا هنا برضو عشان أنا احنا واخدين نهج جديد خالص بنتكلم عن الزمالك فقط. احنا ذكرنا موضوع ان الوزير قعد مع الكابتن محمود الخطيب وهشام حطب عشان مشكله ماتش ونحن ليس ضد هذا يعني اللي عايز تقعد مفيش مشكله تمام. لكن احنا بنتكلم ما هو الاهم ما هو ان انت عندك نادي بحجم نادي الزمالك كل ناشئينه وشبابه وفريقه الاول ما يلعبش جوه النادي. انت ما بتحلهاش ليه؟ طب ما انت ممكن كوزير تقعد مع رئيس لجنه اولمبيه وتقول له لا انت هناك خلاف في قانون رياضه في لوائح تطبق بس هو ده اللي احنا بنقوله مشيها لكن ليس نادي الزمالك كلاعبين وكناشئين طرف في الموضوع. لا هو نقل الماتشات بس خالد بس خلينا نتكلم بس بدليل ان اللجنه الاولمبيه لما تيجي تاخد قرارات ان الزمالك ما يلعبش في ملعبه كل ماتشاته ما بتاخدش ده قرار بتطلعه في صوره بيان لان ما فيش لائحه بتنص عليه. يقول لك بيان خالص بتقول خالص بيطلع افتكاسه يعني بيان اللجنه الاولمبيه مش قرار. حد يجيب لي قرار طلع من مهندس هشام حطب بيقول فيه ان دي قرارات بقول لك بيان من اللجنه الاولمبيه ايقاف المستشار مرتضى منصور ناقل ماتشات كل الفرق في نادي الزمالك خارج لكن خلي يقول ده قرار تاني يوم المسؤولين في نادي الزمالك ياخدوا القرارات دي ويطلعوا بيها اللجنه الاولمبيه الدوليه اعتقد هيكون عقاب قاسي ومش اول مره في لجان اولمبيه ده رئيس اللجنه الاولمبيه في كوريا الجنوبيه تم شطب مدى الحياه. عارف ليه يا استاذ صبحي؟ عشان ما دفعش ضرائب بلده ما دفعش الضرائب بتاع شركته لبلده 100 مليون دولار فاللجنه الاولمبيه شطبته
بعد ما صدر ضده حكم. استاذ صبحي كنت عايز حضرتك تقول حاجه، بس عايز اقول افهمكم حاجه يا جماعه. تخيل مثلا زمالك متصدر مثلا في طايره يد باسكت مثلا، تمام؟ معنى ان اللجنه الاولمبيه بتطلع دول يلعبوا بره معناها ان نادي الزمالك هيلعب على ارض الخصم ويلعب بره ارضه. يعني انت كمان بتتحكم في فكره طبعاً. ان ده ممكن يخسر بطوله، ده ممكن ما هو ما انت في النهايه بتلعبهم طول الوقت بره ملعبه. اتفضل. لا انا عايز اوضح لك بس حاجه، حتتين صغيرين. هرجع لقعده الوزير مع النادي الاهلي وعايز اقول لك ان ده خط واخده النادي الاهلي، لانه لقى في الفتره الاخيره ان علاقات الزمالك مع بيراميدز وثيقه جدا، فبيمثلوا ثقل مهم والاثنين عندهم توافق ده من وجهات نظر. فالنادي الاهلي راجع حساباته بسرعه لانه ارضيته اهتزت، علاقته اهتزت ببعض الانديه واهتزت حتى ببعض جماهيره، بدا يبقى في انقسام احنا ما كناش حتى شايفينه في الاهلي زمان. فبدا محمود الخطيب بيفكر في انه يقوي علاقته بالانديه الاخرى ويحط ايده في ايد وزاره الشباب واللجنه الاولمبيه عشان يجابه الـ 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 على الجانب الاخر المكون من الزمالك ومن بيراميدز. دي فكره، يعني عايز اقول لك دي فكره الموضوع. اما حته انك تلعب بره، برده كان في مبرر بيتقال انه احنا بنلعب في الدور الاول، الماتشات اللي هتخرج من بره نادي الزمالك لبره ملعبه هنعتبرها مبارياته في ملعبه في الدور الثاني، يعني يرجعك تاني. ده الخطاب الاول، يعني الخطاب الاولاني. طب المشكله امتدت، الخطاب الثاني اتغير. انا عايز اقول لك المشكله امتدت لنهايه الموسم، يعني نفرض ان المشاكل امتدت بين نادي الزمالك ولا الاهلي لنهايه الموسم، هل هيبقى مصير الزمالك انه يلعب الدورين رايح جاي بره ملعبه؟ هو ده السؤال المهم. لانه لان انت اعتمدت على انك انت هتحل، لكن للاسف ما عندناش في مصر حد بيحل ازمه. اذا كنت بتتكلم على الوزير وموقفه من الزمالك، الوزير قدامه قرارات حل انديه واتحادات قد كده، ويمكن في قرار صدر بحل اللجنه الاولمبيه كمان، يعني مش حتى الاتحادات بس. بس مستنيين قرارات تجاه موجود تانية. موجود قرار بحل اللجنه الاولمبيه موجود في الدرج، يعني ممكن يطلع في اي وقت يعني. موجود احكام قضاء ومخالفات ماليه وكل حاجه. بيعملوا معارضه، بيعملوا استئناف في اللجنه الاولمبيه وهذا حقهم، لكن اللي انا اعرفه ان في كتير من الاحكام اللي نتجت للاسف عن قانون انا شايفه معيب. الازمه كلها لو نيجي نحطها في مكانها الصحيح، ان المشكله في قانون الرياضه اللي اتعمل بشكل سري وبشكل غريب، فطلع فيه عوارات كتير يا محمد. للأسف انا مش شايف. كانوا بيقولوا الاول، كانوا بيقولوا القانون العادي بيقعد وقت كبير جدا، دلوقتي القانون الرياضي بيقعد وقت اكتر. لا ما هو انت ما عندكش والله، يعني القانون الرياضي هيبقى حل ان هو لا هو يكون القرارات سريعه او الاحكام سريعه. معيب في مليان مشاكل، بدليل ان معظم الاتحادات المصريه وهي تابعه للجنه الاولمبيه كل انتخاباتها تقريبا فيها مشاكل، اما تزوير اما تدليس اما اتحاد مخالف في لوائحه اما اما اما، برغم ان هم كلهم بيعملوا تحت اللائحه الاسترشاديه بتاعت اللجنه الاولمبيه، مش لجان خاص، مش لوائح خاص. هنا المشكله. تاني اقول لك يا خالد، الازمه الكبيره ان احنا ما زلنا بنتعامل مع الرياضه بعقليه اللي هو احنا مش عايزين نفكر بطريقه محترفه. لانك لو فكرت بطريقه محترفه كل حد هياخد حقه. وده يا جماعه اللي هياخدنا، وهرجع ده هياخدنا يا جماعه لفكره ايه. انا دلوقتي بشتغل في عمل تطوعي، هل في مصر اصبح العمل تطوعي فعلا؟ لا. يعني اقولها بمنتهى الصراحه، احنا عندنا في نادي الزمالك مثلا رئيس مرتضى منصور راجل محامي كبير وكل حاجه وبتاع، لما دخل نادي الزمالك عمل شكل وعمل حاجات وبنى وهد وجاب محلات وبنى وعمل، فبيقاس العمل التطوعي بده ان انت بتقدر تغير، لكن ليس يقاس العمل التطوعي ان انت تبقى في منصبك الى ما لا نهايه وتبتدي تعمل علاقات متشعبه وجيب ناس تبعك عشان تبقى في مكانك الى ما لا نهايه. ده ما ينفعش في الرياضه، خصوصا ان زي ما استاذ صبحي كان بيقول، مع احترامي طبعا لنادي بيراميدز نادي كبير ومستشار تركي آل الشيخ، لكن هو يبحث عن مصالحه طبعا. زي ما نادي الزمالك يبحث عن مصالحه، زي ما الكابتن محمود الخطيب يبحث عن مصالحه، وده اللي هيبلوره هي لوائح، قانون، عداله ما بين الجميع، وده اللي احنا عايزين نوصل له. كيف نصل للعداله التنافسيه؟ ده اللي بينقص مصر في الرياضه، العداله التنافسيه. تكون عادل في التنافس، بتدي كل الانديه نفس العدل في التنافس، وتخلي اللي ياخد بطوله ياخدها ونفس الحقوق. بص، عشان نعمل العداله في التنافس علينا احترام اللوائح. يعني ايه احترام اللوائح؟ اولا لما تتحط اللائحه ما بتقولش في نادي فئة أولى ونادي فئة تانية. لا، كل الأندية هيئات رياضية بتتعامل بلايحة واحدة، فالعدالة تبدأ أن أنا أتعامل مع كل الناس سواسية. فاكر حضرتك لما حصلت مشكلة ونادي الزمالك رفض يلعب قدام المقصة وتعاقب وخسروا الماتش؟ صحيح. والله هل ده لو حصل من نادي تاني هيحصل؟ يبقى لازم يبقى في عدالة. العدالة دي مين اللي نفذها؟ القائمين عليها.
القائمين على الامر او او, أو مجلس اداره اتحاد كره القدم مثلا. هو ده الملزم بتنفيذ العداله. مش انا اللي تحت مظله اللائحه, هو اللي انا نفذها. وعشان كده الاستاذ مرتضى منصور لما بيتكلم كتير بيتكلم بيدافع عن مصلحه نادي الزمالك. بص, في ناس كتير مش عاجبها الزمالك يبقى له صوت, خلينا نتفق عن ده. فالعداله والشفافيه والنزاهه, كل المواثيق الاولمبيه حتى الميثاق الاخير بيتكلم على العداله والنزاهه والشفافيه. ده اللي ودي برضو العداله التنافسيه. انا دلوقتي عندي, وهتكلم في الكوره دي اللي تخصنا شويه, عندي دوري من 18 نادي, كل فريق بيلعب 17 مباراه. من المفترض ان 17 فريق يلعب على ارضه 17 لقاء وبره ارضه 17 لقاء. لا, ملاعب تكون محدده, المؤجلات ما تكونش بصوره مبالغ فيها جدا, سواء للاهلي او الزمالك او لاي نادي. نمرة اتنين كمان, ان انت ما حتى ما بتيجي تلعب مؤجلات بتلعبها بنظام الاسبوع السادس والسابع والثامن والعاشر مرتبة مرتبة. ان انت ما يكون عندك ماتشات قمة وتنافسية, وده حق يحسب للبيراميدز, ما يكون بيراميدز لعبت مع الاهلي والزمالك في الدور الاول وده حق, ده العدالة التنافسية. ليه ما يلعبش الزمالك والاهلي الدور الاول؟ ليه ألعبه شهر 30/3, يعني اخر شهر 3 الدور الاول؟ ليه دايما ما يكون بحط يا استاذ محمد جدول للدوري العام, لازم احط الماتش الزمالك والاهلي ال17؟ طب ليه ما يبقاش السادس, ما يبقاش الثامن, ما يبقاش الاول؟ مش فاهم. لا, انت عندك منظومه رياضيه فاسده. انت عندك في اتحاد كره القدم لا تعرف الجداول امتى ولا الماتشات ولا المؤجلات ولا الكلام ده خالص. تعال شوف الدوري الاسباني, الدوري الالماني, اي دوري في العالم محدد لك ماتش بعد 4 سنين فريق فلان وفلان, كل حاجه محدده للمنتخبات وللانديه. انت كل حاجه ماشيه حسب الاهواء الشخصيه. زي ما قلت في البدايه, الجواب اللي طالع النهارده ده ضد نادي الزمالك استكمالا للمؤامره. انت قلت حته كويسه, اعضاء مجلس الاداره والعمل التطوعي. والاستاذ عبد الشافي عد حازم امام في اتحاد الكوره, ياسر ادريس ابناء نادي الزمالك, وياسر ادريس في اتحاد السباحه, وهشام نصر في اليد, كل الناس دي. هو انتوا دوركوا ايه؟ انتوا هم شركاء في المؤامره ضد نادي الزمالك للاسف. مالهاش دعوه برئيس النادي, انت بس شريك, لان في شركات راعيه هم مستفيدين منها, رؤساء الاتحادات ومسؤولي الاتحادات واعضاء اللجنه الاولمبيه مستفيدين من الشركه الراعيه. الشركه الراعيه دي ما تنصر عدم العداله, عدم العداله اللي انت بتقول. بس انا عايز بس عشان يعني انت عارف ان هم طبعا حازم زميلي, ما بتكلمش. لا لا, انا بتكلم في حاجه. انا دلوقتي انا عندي انا 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 الفيصل ما بيني وما بين مثلا استاذ محمد مثلا راعي, بلاش اسماء, محمد راعي في السباحه, استاذ عبد الشافي في اليد, واستاذ صبحي في السله, واتيفر, تمام. واحنا منتميين لنادي الزمالك او لعبنا في نادي الزمالك وتربينا في نادي الزمالك. فحتى لو انتوا الثلاثه مختلفين مع رئيس نادي الزمالك, فما يجي لك قرار يقول لك امضي, امضي ان الزمالك يلعب كل ماتشاته بره, تقول له لا, مصلحه نادي الزمالك. لا, اقول له لا, ممكن تمتنع لرفع الحرج عنك. لا, انا مش ممتنع. لو انت مش لو انت رافض القرار, بص, هدافع عن مصلحتك. لا 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 لا, بص, اما اجي يقول لي كده اتفضل اتفضل يا خالد الغندور, مش الاتحاد ده او نادي الزمالك. استاذ صبحي اتفضل يا خالد الغندور, امضي كده على الورقه اللي هتقول ان الورقه دي هتخلي نادي الزمالك كل الالعاب تتلعب بره النادي. فاقول له لا, انا اسف, القرار ده انا مش موافق عليه, مش 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 امتنع. اقول له لا, انا اسف, القرار ده انا مش موافق عليه, تمتنع. لان انت كده بتظلم الزمالك, مش بتنتقم الزمالك برئيس النادي ولا النادي. عشان كده النادي. عشان كده بقول لك كل الناس دي شركاء في المؤامره ضد نادي الزمالك, وشركاء في المؤامره. ليه واحد هيقول لي هو حازم امام هيجي يقف ضد نادي الزمالك او ياسر ادريس؟ ايوه يا جماعه, الناس دي مستفيده. حازم امام بيطلع في برامج للشركه الراعيه, لو اختلفت او ما ايدتش مش هتشتغل في البرنامج. قانون الاتحاد الدولي او قانون الاخلاق للاتحاد الدولي, اللجنه الاولمبيه مالهاش دعوه بالشركه الراعيه. لا, يعني دي لجنه اولمبيه. بص بص حضرتك, اللجنه الاولمبيه المفروض هي اللي بتصرف على الاتحادات وبتديهم دعم زي السباحه. يا سيدي الفاضل, بتدي الموافقات, بتدي الموافقات. انا عندي اتحاد سيدي الفاضل, اتحاد السباحه عنده بطوله بيروح يجيب موافقه والفلوس من اللجنه الاولمبيه. اللجنه الاولمبيه بتجيبها من وزاره الشباب, كلها فلوس الحكومه. بس الفلوس دي لما بتروح في سبوبات وفي شركات راعيه وفي حسابات وفي مكاسب. انا لما احط ايدي في ايدين هؤلاء المنظومه الفاسده, سواء في اتحاد الكوره او اتحاد اليد او السباحه او اللجنه الاولمبيه, عايز اسقط نادي الزمالك. طب ما انت ما تسقط نادي الزمالك وتوقع السله والطايره في اليد, بتوقع منتخب مصر. فين مصر يا جماعه؟ بالظبط. عجبني يا كابتن خالد سؤالك بتاع العداله, ها, العداله الرياضيه والعداله في كل شيء.
انا عايز اقول لك اللائحه يا كابتن خالد مين بيحطها؟ عنصر بشري. مين بيطبقها؟ عنصر بشري. يبقى الازمه مش في الورق، الازمه فين؟ في التنفيذ البشري اللي بيطبقها. احنا بنتكلم ليه؟ يعني لما نيجي نتكلم عن العداله، ولو ضربنا مثل باقوى واهم دوريات العالم هو الدوري الانجليزي، عائد البث مثلا بيتم توزيعه بالتساوي، مفيش فرق بين بطل الدوري والفريق الهابط. الفريق المتزايل. لا ده انا عايز اقول لك الاكتر، لما في فريقين بيهبطوا للدرجه الادنى بيتم منحهم مبالغ اضافيه زائده عشان يساعدوهم يرجعوا تاني، خصوصا ان منطقه الديل هناك بتتسبب في تحديد بطل الدوري. يعني الماتشات اللي بيلعبها الفرق مؤخره فالدوله بتدعمهم ونظام المسابقه بيدعمهم، انما احنا هنا لا مفيش حد بيدعم حد. لا يا صبحي الدوري المصري الدوري محترفين. اكمل مسابقه اكمل بس عبد الشافي. فالدوري للاسف عندنا لازم زي ما تربينا من 50 سنه يبقى دوري الوان مان شو. ما ينفعش اذا كنت بتدور على كره قدم ومصلحه بلد عليك انك تعمل نظام عادل زي ما قال الكابتن خالد. النظام العادل هيتم ازاي؟ زي ما قلت لك بتطبيق الاحتراف في كل شيء. بمعنى ما اجيبش الحاج عامر حسين او الحاج عبد الشافي او الحاج واقول له خد ورق واعمل لي جدول. يا جماعه ده شكل في يعني مسار سخريه. تعرف قولا واحدا، لما تلاقي في دوله نادي واخد 40 دوري والنادي اللي بعديه واخد 12 دوري، اعرف ما بيحترمش دوريك. لا اعرف ان الدوله النظام الدوله ده او فاشل. نظام الدوله الرياضي فاشل. يعني نظام اتحاد الكره على مدار سنواته مفيش عداله تنافسيه طبعا، يعني في خلل، لان لابد خلل ان تلاقي خلل. مثلا نادي واخد مثلا 30، نادي تاني واخد حاجه 20، نادي تالت واخد 15. شوف انت بقى لما تخلق عداله تنافسيه، لكن انت طول الوقت ما بتدخل انت عندك دوري بادئ من القرن الماضي ولا قبل الماضي وعندك 7 ابطال. انا بتمنى اشوف بطل جديد للدوري والله، بعيد عن لا ما تحسبش كمان يعني انت عندك الاولمبي واعتقد الترسانه والمحله والاسماعيلي والزمالك والمحله مره واحده وبعد كده الاسماعيلي بغض النظر والاربع فرق وبعد كده فرقه 40 وفرقه 12 وفرقه 3 وفرقه اتنين. بس الدوري الانجليزي مولين 3 مولين اسماعيلي اسماعيلي 3 مولين 2 ومقاولين اتنين. يعني عارف انت بتبقى ذكريات الفريق اللي عندنا بياخد لقب من بره الاهلي والزمالك بتبقى ذكرى. طب اقول لك احلى ذكرى ايه؟ الترام مثلا. والله يقول لك الترام خد كاس مصر. وفين الترام؟ فين السكه الحديد؟ بمناسبه العداله كابتن خالد انا عايز اقفل الملف ده معلش يا راجل. اذا كنت بتدور على انك تبقى عندك مسابقات محترمه هات لي مسابقات بيد احترف، هات لي مسابقه لجان بيد مدفوعه بتاخد فلوس علشان اقدر احاسبك. اذا كنت انت فاشل ممكن تاخد فلوس برضه وتزبط. هات لي نظام من بره، عايزين نظام عادي. ممكن تسمح لي بس اسمح لي المداخله دي اكمل. لا انا عشان اسمع نظام محترفين محتاج حاجات كتير. لا ماشي، اذا كنت عايز يبقى عندك لجنه عايزين اي حد تدير البطوله بشكل محترم هات لي ناس من بره يا اخي تحط لي نظام وانا امشي اتعلم ازاي تعمل لجنه مسابقات، ازاي تعمل لجنه حكام علشان مساله ما تبقاش خاضعه لاهواء البني ادم اللي قاعد بيحط اللائحه وبيطبق. بس انا عندي كمان فكره الخدمه يا جماعه اكمل بس مداخله كلام صبحي. انا عشان اطبق نظام احتراف، مش نظام احتراف ان انا اجيب ناس بي او ناس مدفوعين لجان متخصصه. عشان اعمل نظام احتراف لازم اتعامل زي بره، ال 18 نادي اللي في الدوري الممتاز مع ال 18 نادي اللي في الدرجه الثانيه هي دي الجمعيه العموميه. انت عارف اتحاد الكوره في كام مركز شباب؟ 64 مركز شباب اعضاء في الجمعيه العموميه. صوت مركز شباب الحمول يساوي صوت نادي الزمالك طبعا. يبقى في محاولات يخلوا الدرجه الاولى به 18 نادي ولغايه دلوقتي مش عارفين وفشلوا. خلي بالك دي مش محاولات يا كابتن خالد، ده قانون اتحاد دولي عليك علشان تبقى دوري محترف يبقى عندك 18 16 14 ايا كان العدد اللي هو في دوري الدرجه الاولى وبيوظيه في الممتاز به زي اي دوله في العالم. دي لائحه علشان تعملها مجموع ال 16 نادي هنا وهنا هيبقى هم عدد اصوات الجمعيه العموميه اللي بتحكم كره القدم في البلد. وبالتالي الاهم بالنسبه لاتحاد الكوره هو الصوت. وبالتالي جمعيات الكباب والكفته في اتحاد الكوره هتختفي. مش هروح اجيب زي ما قلت عبد الشافي مجموعه من مراكز الشباب وقعدهم في اوتيل 5 نجوم ويصوتوا لي في الاوتيل ويمشوا. لا هو الاكل كمان في عندنا مشاكل. مع احترامي طبعا انا والله كل الاحترام والتقدير لزمايلي الاعلاميين، ولكن معلوماتي ان الدكتور كرم كردي في يوم من الايام اختلف مع الموجودين في الاتحاد الكوره فهددهم بان في بند في الاتحاد الدولي وبند في اللجنه الاولمبيه الدوليه بيمنع عضو مجلس الاداره انه يكون اعلامي. لا انا هقول لك الماده بقى، استنى انا هرجع لك بس هكملها. عضو مجلس اداره يكون اعلامي. خد بالك كمان انا دلوقتي مين بيتعاقد مع الشركه الراعيه؟
الانديه والاتحاد. الاتحاد. ومين بيشتغل عند الشركه الراعيه؟ اعضاء مجلس اداره الاتحاد. طب هل ده مسموش تضارب مصالح؟ هل ده مش في اللوائح اللوائح القانونيه بتقول لك مش عارف لو قريبك من الدرجه الاولى ولا معرفش ايه ما تتعاقدش معاه؟ فانت ازاي انت تكون من تتعاقد دي مع الشركه الميثاق الاخلاقي وانت كعضو مجلس اداره ممنوع ان انت تتقاضى اجر؟ ده عمل تطوعي وفي نفس الوقت بشكل مستتر بتروح تشتغل مع الشركه الراعيه اللي انت تعاقدت معاها وتتقاضى اجر، وتبقى انت اعلامي تنقد اتحاد الكوره، واتحاد الكوره ها مش هيزعل من الاعلامي لانه الاعلامي هو اتحاد الكوره، اتحاد الكوره هو الاعلامي. لا اتكلم انت فهمت أتكلم. ايه الماده بقى؟ بص، في قانون اسمه صدر سنه 2012 اسمه قانون القيم والاخلاق. تمام. القانون القيم والاخلاق ده الماده 26 و28 و29 و30 ده لجنه كمان. غير اللجنه بتكلم على القانون. بتقول ايه بقى؟ القانون ده المواد دي بتتكلم على اللي هو تضارب المصالح. ولو ثبت على اي حد انه في بيستفيد من موقعه في الاتحاد من خلال الشركة الراعية، على فكرة ده مش كمان بيتعزل وبس ويتمنع من ممارسة النشاط مدى الحياة، وبتحاكم جنائيا. وبتحاكم جنائيا على فكرة. قانون القيم والاخلاق اللي اتحط سنة 2012 واللي مضى عليه جوزيف بلاتر هو اللي اتحاكم بيه. هو اللي اتحاكم بيه، هو اللي اتاح للدوله السويسريه على اعتبار ان موقع الاتحاد موجود فيها ان كمان الشرطه الفدراليه تقبض عليهم فوق الملايات. فالقانون ده بيمنع ده. وعلى فكره انا بعت للاتحاد الدولي طبقا لهذا القانون وقلت لهم عندنا في الاتحاد المصري لكره القدم فلان وفلان وفلان بيشتغلوا والشركه الراعيه بتنتج البرامج. على فكره على فكره رد على الاتحاد الدولي. قال لك ايه بقى؟ الاتحاد الدولي قال لي خلاص احنا تعالى وارفع دعوه قضيه قدام محكمه التاسل تابعة للاتحاد الدولي وتدفع الرسوم 12000 دولار. تعطل في تمن الرسوم يا جماعه. اجيب منين 12000 دولار؟ لو انت شغال تبع الشركه الراعيه هتقدر تدفع. فده عيب، ده قانون القيم والاخلاق بيرفضه. ما ينفعش انا نائب رئيس اتحاد الكوره الاعلامي اللي بناقش كمان نائب رئيس اتحاد الكوره اللي هو الاعلام. يعني بص انا ساعات خليني اتكلم بقى. لا سيبك من ده، خليني اتكلم بس لما الكابتن شوبير يسال كابتن شوبير قبل رئيس الاتحاد اخبار الاتحاد ايه؟ لا كابتن شوبير يا جماعه لازم نتوقف هنا طويلا. اول حاجه كابتن شوبير قبل الانتخابات كان اتحاد هنا بريده اتحاد فاسد اتحاد دي قصه ثانيه. اتحاد فيه ناس دون المستوى، ولما الشركه الراعيه برضه والشركه الراعيه اختلاف رهيب مع الشركه الراعيه زي الفل. خلي بالك هي زي ما انت قلت هي مصالح بس. حتى القنوات التلفزيونيه بتضرب المصالح، كل اللي هو مصلحه في قناه اكبر اكبر اكبر, أكبر شيء. يعني عايز اقول لك فين الزمالك من قناه مثلا، مش عايز اذكر حتى اسماء القنوات عشان ما حدش يزعل مني، من القناه اللي بتصرف عليها الشركه الراعيه. هو الشركه الراعيه مش لنادي واحد، ده انت بتطلع كل انديه. طب انا اقول لك واقعه مهمه حصلت. نادي الزمالك خد كاس السوبر المصري السعودي، في بعض المؤسسات رفضت تقول ان الزمالك حفاظ بالسوبر. اتبع للشركه الراعيه. لا لا ده هم كمان ما خدتش خبر. مواقع مواقع خدت امر بعدم الشركه الراعيه. مش هقول اسمها. ايوه خدت امر بان انت ما تقولش يعني سيره ان الزمالك خد البطوله. المؤسسات اللي تبع الشركه الراعيه اليوم السابع وصوت الامه بس هم كان فيها جرأه منهم علما بان البطوله كانت بتحمل اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني عارف هو كاس عادي ماشي. طيب انا عندي برضو يعني انا رئيس الدوله وتجاهلها مساله صعبه. وهنا السؤال اللي انا اساله، الشركه الراعيه مشكوره كان ليها دور مهم جدا في اثراء الكره المصريه طبعا ورعايه انديه كتيره جدا. والشركه الراعيه كانت بترعى نادي الزمالك فقط، وكانت بترعى الاهلي والزمالك في البث. ف وده بنتكلم على المصالح. يعني طلع رئيس الشركه الراعيه الاستاذ محمد كامل وقال لك انا سئل من كابتن شوبير اللي هو نائب رئيس اتحاد الكوره، قال لك انت حلمك تبقى ترعى النادي الاهلي؟ قال له لا 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 خالص، انا عمري ما كان حلمي ده وبتاع. فما بقى خرجت شركه السلسله السعوديه ودخلت شركه برزنتيشن الاستاذ محمد كامل، فراح بكى وقال ده حلمي. فهنا هنا ده اللي انا عايز اوصله للجمهور. انا ما انا احنا مش ضد المصلحه، بس انت ما قلت مش ضد المصلحه، لكن في اوقات ممكن تقول حاجه مش جواك وفي اوقات تانية تقول حاجه جواك وبتفرح بيها. واي واحد في اي شركه في الدنيا تكون سعيده جدا انها ترعى نادي كبير زي النادي الاهلي طبعا، او ترعى نادي كبير زي النادي الزمالك. ولكن احساس اصبح الاحساس ان الشركه مش مترعى نادي الزمالك. يعني اصبح الاحساس دلوقتي ان انت مثلا اسال المستشار مصطفى منصور، اسال المستشار مصطفى منصور بيقول لي 82 مليون جنيه عمال كل يوم هيكلمهم عشان يجيبوهم. ده حصل
هو مساله انه يجحش بالبكاء دي بتاعته، انا مش هحاسبه على مشاعره اذا كانت دي مشاعر طبيعيه، انت حر في الشغل، لكن في الشغل احاسبك على الميزان. انت بتتكلم يعني ما اقدرش مشاعرك في حر فيه بين الاهلي وبين الزمالك وبين باقي الفرق. هل في عداله في الاهتمام والتركيز؟ هل تقدر تروح تساهم في دفع راتب مدرب الاتحاد السكندري؟ هل تقدر من تحت الترابيزه تروح تجيب مدرب للمصري؟ هل تقدر تجيب لعيب لحرس الحدود او الانتاج الحربي؟ ده ما بيحصلش في كل الانديه، ممكن يحصل عند نادي واحد. فالعداله غايبه زي انت قلت، ده غايبه في اللوائح وغايبه في المشاعر وغايبه في الماديات، يعني انت قدام كارثه كبيره. عشان كده انا بقول ان نادي الزمالك هو متصدر هذه البطوله، فاذا فاز نادي الزمالك بهذه البطوله فيكون بمجهود لعيبته ومجلس ادارته أكيد. وجهازه الفني اكيد، لان هو وجمهوره طبعا اللي في ظهره طبعا، هو اللي بيسعى ان نادي الزمالك في موسم استثنائي زي ما بيقول يستطيع ان يحصل على بطوله الدوري هذا الموسم. هو الزمالك هو الاول حتى الان ومحتاج الزمالك تركيز لعبته، محتاج تركيز جهاز الفني. عاوز اتكلم على حاجه مهمه بس اللي هو التعادل مع النصر السبك. لا عاوز اقول بس مش نهايه العالم، وفي فرق كتير بدات الجوله الاولى وعندها نقطه ووصلت للنهائي كتير قوي، ومنهم النادي الاهلي لما اتغلب الموسم في 2016 عادي عادي بتحصل. يعني الموسم الماضي بدا بهزيمه وتعادل وبدا برضه مش نهايه العالم. وخلينا اللعيبه دي اللي ضيعت الاهداف كتيرة هي اللعيبه اللي هتجيب الاهداف خارج الحدود وداخل الحدود وهيوصلوا وهيصعدوا، مش نهايه العالم. اولا فريق الزمالك عنده احسن نجوم في مصر وخلينا نتفق ده. بص زمان الكابتن خالد كان يقول لك عشان تعطل الزمالك امسك شيكابالا واحد، ما فيش غيره، وصلنا على لعب واحد. انما دلوقتي انت عشان تعطل الزمالك هتمسك اوباما ولا كهربا ولا ابراهيم حسن ولا 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 ساسي عبد النجاز ولا النجاز في عناصر كمان، ربنا يشفيه راح المانيا كمان اسبوع. فاذا المساله عندك فريق متكامل ما حدش يقدر يسيطر. طيب عشان وقتنا بيجري مننا ومعانا فقره ثانيه وثالثه، استاذ محمد راعي، الزمالك داخل ثلاث بطولات، الدوري والكونفدراليه وكاس مصر، تعتقد اني البطوله الاهم وترتيبها بالنسبه لك وبالنسبه او بالنسبه للجمهور الزمالكي؟ لا وبالنسبه للكل هو الدوري الممتاز طبعا، يعني انت لو الزمالك خد الدوري فده الاهم بالنسبه له، بالنسبه للجماهير وبالنسبه لكل الناس، وهي القيمه الاكبر، قيمه الاكبر اكبر من الكونفدراليه. طبعا بالنسبه لجمهورك وبالنسبة احنا ممكن يكون لها القيمه الدوليه والعالميه للكونفدراليه هي البطوله القاريه، لكن انت كجمهور وكمقياس تقول لك ان انا الدوله. طب هسالك سؤال، كاس مصر اهم ولا الكونفدراليه؟ يعني لا طبعا كونفدراليه ولا بالنسبه للجمهور؟ اصل الجمهور ممكن يقول لك ايه انا هاخد دوري وكاس يا عم، مش عايز كونفدراليه. هو ده المطلوب، مش صعب يعني. انت دلوقتي عندك فرقه قويه، افضل لعيبه في مصر وفي الوطن العربي، جهاز فني كويس، كل حاجه متوفره عندك. فانا النهارده ايه المانع ان انا اكسب كل البطولات بالورقه وبالقلم وبالحسابات؟ نادي الزمالك هو افضل فرقه في افريقيا وفي الوطن العربي، فوضع طبيعي انه يكسب كل البطولات، دوري كاس بطوله عربيه. نقدر نقول يا استاذ عبد الشافي الزمالك ناجح لو خد كام بطوله من الثلاثه؟ لو خد التلاتة يعني، ولو خد اتنين ما يبقاش ناجح؟ لا ناجح طبعا. بس لو خد واحدة ما يبقاش ناجح؟ ناجح برضه، بس عايز اقول حاجة، هو الدوري هو الاهم. هو مقياس يعني قبل الكاس وقبل الزمالك على فكرة جمع بين الحسنيين اللي هو الدوري والكاس كتير، وكان برضه مجلس المستشار مرتضى منصور. فاللي انا عاوز اقوله جمهور الزمالك طماع وهو بيعشق فرقته حتى في ظروف صعبه. طماع ابدا. بص كابتن خالد يعني سؤالك، اسالك انا، هو الزمالك ما عندوش فرقتين احسن فرقتين في مصر؟ ما يقدرش يحط الكلام ده. كلمه فرقتين ده انت تلاقي نفسك بتخرج من البطوله في فرقتين، لكن في منافسين بيستعدوا لك. القضيه مش عندك فرقتين، مش قضيه عندك فرقتين، قضيه انك انت لازم تعالج اخطائك بسرعه. عايزين نعترف عشان تبقى كويس لازم تعترف ان عندك اخطاء. اكيد في اخطاء، في اخطاء يتحملها الجهاز الفني، وفي اخطاء يتحملها بعض لاعبي الفريق اللي هم في حاله عدم تركيز وعدم وعي واستهتار، ومتخيل انه عشان ركب الدوري من البدايه فخلاص وصل للنهايه. لا لسه بدري، لسه كتير جدا، انت في اصعب مرحله اللي هي لا قدر الله النقطه فيها هتساوي 10. الدوري بالنسبه للزمالكاوي اهم؟ هو مش الاهم، هو الاوحد. انا من وجهه يعني نمره واحد دوري، يبقى كده كونفدراليه، واحد دوري، اثنين دوري، ثلاثه دوري، وبعد كده اي بطوله. يعني حتى لو خد دوري وخسر بطولتين تانيين جمهور الزمالك هيبقى سعيد. الدوري رقم واحد هيبقى سعيد. طبعا. بس انا هنا بس عايز اسجل، انه لكل مره بيتعرض الزمالك لوعكه او لازمه، انا بحط ايدي على قلبي من تصريحات مرتضى منصور رئيس النادي. فوجئت امبارح انه عمل معاك مداخله اكتر من رائعه. ده رائعه. فيها خوف، فيها قلق، ما فيهاش انفعالات،
ما فيهاش قرارات عنتريه، ما فيهاش المشاكل اللي كانت بتحصل على الفريق يعني. على الفريق طبعا. انا عجبتني جدا مرتضى ما بيخافش لازم ما لا 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 خالد لا 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 خوف على الفريق مش خوف من حد طبعا لا لا انا بتكلم خوف على الفريق يعني الاول مره ما يطلعش قرارات والتاني مره والتالت مره. على فكره ده اتكرر السنه دي في اكتر من هزيمه. الموقف بتاع الاداره اكتر من رائع، والكره من وجهه نظري دلوقتي في ملعب جروس ومجموعه اللاعبين. يعني انا ببرئ اداره النادي وبقول ان الكره في ملعب لعيب الزمالك وجهازهم الفني والدوري ثم الدوري ثم الدوري. انا عايز اقول لك على حاجه، ايه مقياس النجاح؟ ان انا اقول الفرقه نجحت. انا ممكن اخسر كل البطولات بس اقد بروح الكم الكيف مش الكم. ان انا اطلع من ماتش النهارده او اي ماتش اقول اللعيبه دي رجاله. ما انا طب هو عندي مثال، موضوع ما الزمالك كسب النجم الساحلي هو 10 3-0 وخرج من البطوله. كل الناس سقفت له. هو ده اللي انا بقوله، احنا عندنا بس فرقه كويسه. اسمعني، التاريخ لا يعترف الا بالانتصارات طبعا، بالارقام بس مش بالاداء. لا شافي طب اديني زي دي. انا عندي فرقه قويه، عندي جهاز فني عالمي، جروس مدرب كويس، عندي اداره موفره لي كل حاجه، كل حاجه موجوده عندي من بدايه السنه. فانا لما اخسر بطوله لسبب من لعيب او سبب من مدرب، انا هنا لازم يعني لازم هنا ازعل، لازم ازعل. لكن انا ممكن اخسر بطوله وكل واحد قدم عليه هنرفع لك القبعه ونقول لك شابوه. في حاجه اسمها شخصيه البطل الراعي، لازم تبنيها في الفريق. فلازم دلوقتي لازم جهاز فني عنده اخطاء يعالجها. لا بعض اللعيبه بتلعب بتهاون، لا لازم تصحوا، انتوا وراكم مؤسسه وراكم جمهور، فلازم عشان الناس تبقى فرحانه بيكوا. هات بطوله اكسب ماتش اكسب. كمان الماتش امبارح بالذات لازم اللعيبه تتعلم ان كل فرصه تجي لك هي مهمة جدا طبعًا. في انهاء اللقاء طبعا. يعني انت امبارح الزمالك جاله كم من الفرص، كانت ممكن 2-0 يجي جون فيك في الدقيقة 90، خلصت خلاص كسبت 2-1. بس على فكرة الزمالك لعب ماتش رائع. وعلى فكرة انت كمان هتقابل عصارات النهاردة. الماتش الرائع اللي عمله بيراميدز الحقيقة لازم يبقى جرس انذار لكل اندية الدوري. النهاردة بيراميدز جاي من ورا يا كابتن خالد، واضح ان رامون دياز عنده مجموعة متجانسة جدا. انا كنت اظن ان المنافسة هتنحصر بين زمالك واهلي في الاخر، لكن اتصور لو استمرت الامور على كده بيراميدز هيبقى مرعب، هيدخل طرف ثالث والدوري هيولع. لذلك بقول لك حافظ على كل نقطة بتاخدها، وخلي دايما المنافسين معاك تحت، امن نقطك الزيادة، لانه ما تبصش وراك، الكرة في ملعبك، اكسب. هو كان في مقولة كده شهيرة احد المنتمين للمنافس، يعني قال لك الدوري هيتحسم بره المستطيل الاخضر. ده موضوع تاني. لكن انا باكد يا جماعه، انا باكد يا جماعه ان الدوري هيتحسم داخل المستطيل الاخضر. بالظبط، الزمالك يحسمه ده الفريق الوحيد اللي قبل الفريق الدوري. بص هي المستطيل الاخضر ده مجموعه من ايه؟ مربوط على عناصر، لاعبين واجهزه فنيه واداء وثلاثه بونت. لا بص، فريقين وسطيهم طقم تحكيم، تمام، مراقبين. ايوه طبعا تمام، مراقبين تمام، ومستطيل اخضر ومدربين بيتنافسوا مع بعض. 11 راجل. التنافس ده بيتدخل فيه لا الا تحكيم، لا الا اداء فرقه اعلى من فرقه، لا الا مستوى فريق اقل من فريق، لا الا مدير فني اعلى من مدير فني، لا الا توفيق زي ما بتقول وحظ، لا الا يعني كل من سيحسم الدوري سيحسمه كل داخل يعني المستطيل الاخضر، سواء ظالم او مظلوم جوه المستطيل. كل حاجه جوه المستطيل. وزي ما قال الراعي من شويه بيقول لك المهم الزمالك يقدم اداء. لا، الاهلي بقى له 50 سنه ما بيقدمش اداء وبياخد 40 لقب. انت بقى لك 50 سنه. لا انا عايز لعيبه تقدم اداء رائع جدا والقابك قليله. لا بس يعني لعيبه تضيع فرص. لا ما تكونش بس لا، النادي الاهلي طبعا في اوقات كتيره جدا بيقدم اداء حلو. يعني اهتمام جماهيره بس ما بيقدمش اداء. خلي بالك انا مش بشكك في تاريخ الاهلي. لا النادي الاهلي يعني اصل النادي الاهلي ياما امتعنا برضه وعنده لعيبه مميزه. يا سيدي عنده. انا بقول دلوقتي فارق مع جماهير الاهلي لما تيجي تتكلم مع حد من محبه او منتمي النادي الاهلي بيكلمك في اداء ومستوى فني ولا في عدد ارقام. لا هو حتى معجبين باداء الزمالك ولعيبه الزمالك ومستواهم. انت كتير جدا كان عندك اجيال على مر التاريخ بتقدم كره اعجازيه وكانت دايما بتفشل في انها تحقق لقب. انت سرقت ال 12 لقب دول يا كابتن خالد. انت لازم يبقى راسك براس الاهلي. وده موجود في كل دول العالم، يعني في اسبانيا بتلاقي برشلونه وبتلاقي ريال مدريد، هنا بتلاقي مانشستر سيتي ومانشستر ويونايتد وليفربول. يعني في كل دوله في فريقين ثلاثه بينافسوا بشكل كبير على البطوله. ده ترجع للمنظومه اللي بتدير. معايا اخيرا بس المدير الفني لطبعا نادي الزمالك في كره اليد الكابتن باسم السبكي، واللي هو متصدر بطوله اليد حتى الان. كابتن باسم ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا
وسهلا كابتن خالد، اهلا بيك وبالمجموعه وحمل اللقب. الله يخليك كابتن باسم، قول لنا بس على مشوار الفريق حتى الان. والله احنا من بدايه الموسم بدانا بدايه الدوري اللي هو كان الدور التمهيدي، كان معمول على مجموعتين، واحنا الاول في المجموعه، كان النادي الاهلي كان الاول في المجموعه الثانيه. بعد كده لعبنا بطوله افريقيا ابطال الدوري، والحمد لله اللي كانت كوت ديفوار، والحمد لله ربنا كرمنا وكسبناها. دلوقتي بدانا من الاسبوع اللي فات اللي هو مباراه الدوري بقى، اللي هي الدوري الاساسي اللي هو الثمان فرق اللي هم المختارين يعني، او اللي هم وصلوا للدور النهائي في الدوري. بنلعب دوري من دورين. بدانا من يوم 7/2 لعبنا ماتش مع كتير الحمد لله كسبناه. لعبنا ماتش النهارده مع سبورتنج الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا، وعندنا ماتش مع سموحه بكره ان شاء الله. ان شاء الله. يعني من المفترض متى ستحسم بطوله الدوري؟ لسه مشوار طويل. يعني هو احنا لسه ده تاني ماتش يعتبر في بطوله الدوري اللي هو الدوري الاساسي بقى فعلا. هو الدوري ان شاء الله المفروض ان هو هيخلص او يعني منه جزء كبير لحد يوم 21/3. بعد كده هيبقى في مباراتين في اخر شهر 4 لان هيتوسطهم في النص بطوله السوبر الافريقي ان شاء الله. طيب بطوله السوبر سمعت النادي الاهلي هيستعين بعلي زين وهيستعين باكثر من لاعب، هل الزمالك برضه في طريق الاستعانه ببعض اللاعبين منهم مثلا اللاعب الجزائري باركوس اسمه؟ باركوس كان دايما يجي باركوس مع النادي والزمالك. بص كابتن خالد، انا دايما من النوع اللي دايما اجيب متطلبات فعلا الفريق بيبقى محتاجها. احنا قدامنا اكتر من لاعب واكتر من عرض، وان شاء الله باذن الله اللاعب المناسب لينا او اللي هيكمل النقص اللي عندنا وده ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله، وان شاء الله ان شاء الله يعني يمكن كلنا استمتعنا بفريق كاس العالم سواء زملكاويه او اهلاويه في كاس العالم لكره اليد طبعا، وشفنا لعيبه على اعلى مستوى. ان شاء الله باذن الله. اسالك سؤال اخير بقى، منع الفريق من اللعب على ملعبه؟ والله بص يعني طبعا انا شايف ان يعني القرار دوت بالنسبه للالعاب كلها طبعا ده بيبقى يعني اجحاف على النادي بصراحه، لان بيبقى نوع من عدم ثقته في الفرص. يعني انا برضو يعني انت لما بتيجي تلعب مثلا دور اول ودور ثاني، بتلعب على ارضك مباراة وبتلعب بره مباراة، ده نوع من المساواة. اما الكلام دوت ان هو فعلا يبقى بس انت بتلعب بره ارضك، اعتقد ده بيبقى فيه نوع من الاجحاف شوية. يعني ده ما انا شايف ان شاء الله ان احنا يعني باذن الله برضه هنبقى قد المسؤولية، وبقى بره سواء جوه ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. ان شاء الله. مباراة السوبر هتتلعب شهر 4 فين يا كابتن باسم؟ في المغرب ان شاء الله. في المغرب خلاص يوم 4/4 في مدينه رشد في المغرب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. والمتاهل هيتاهل لكاس العالم للانديه في السعوديه بقى المره دي مش في قطر. ايوه ان شاء الله في السعوديه دي. ان شاء الله. اشكرك كابتن باسم السبكي، وده يودينا لمباراه السوبر. ختاما مباراه السوبر، فين مباراه السوبر؟ السوبر المصري. انا بقول لك منظومه يعني الاهلي والزمالك، الزمالك كسب سموحه في الكاس والاهلي خد الدوري، فقالوا هيتلعب مباراه السوبر. لا مفيش ده في لسه ما لعبتش دور ال 16 في الكاس، كاس مصر هدور. فانت منظومه والاهلي والزمالك ما لعبوش ولا دور اول ولا دور ثاني. انا بقول لك يعني خلاص كده اتلغت؟ لا ما اتلغتش، بس هتفضل متاجله لو فيها حاجه. في مشكله، اصل انت هتلعب اثنين سوبر ورا بعض مثلا في بدايه موسم. لا وغير كده انت عندك كاس امم افريقيا وفي ملعب اتقفلت، هتلعب فين؟ وانت لما ما كانش عندك برضه بتاجل بشكل مشكله، لان كاس السوبر في اي مكان في العالم بتبقى ببطوله افتتاحيه لموسم. صحيح. بتفتتح بيها موسم جديد، احنا عندنا بنختتم بيها موسم. صحيح. مشكله. لا لو اتلعبت. استاذ عبد الشافي نورتني. شكرا كابتن خالد. زراعي نورتني جدا. شكرا جدا استاذ صبحي نورتني، وان شاء الله لقاءات مستمره الايام اللي جايه باذن الله. ان شاء الله. بشكر طبعا نقادنا الرياضيين المحترمين. هنطلع عليه يعني تقرير عن موقف نادي الزمالك في الكونفدراليه، ماتشاته اللي جايه، ترتيبها. وبعد كده نستقبل نجومنا المحترمين والنجوم الثلاثه راس حربه تقال جدا، عبد الحميد بسيوني، وايضا وليد صلاح عبد اللطيف، وايضا جمال حمزه. نروح ونستمتع ان شاء الله بهذا اللقاء المميز. يلا بينا. عقب التعثر الثاني في الكونفدرالية الإفريقية، رفعت جماهير الزمالك الوفية شعار معاكم كمل المشوار،
من أجل دعم الفريق وإدارته لاستمرار النجاح ومواصلة المشوار. تعادل الزمالك أمام نصر حسين ضاي الجزائري في مباراة تسيدها الفارس الأبيض بالكامل وأضاع فيها ما لا يقل عن 6 أهداف محققة، ورغم ذلك يعلن الجمهور الأبيض دعمه المعتاد للفريق وجهازه الفني وإدارته برئاسة المستشار مرتضى منصور من أجل العودة سريعا لطريق الانتصارات. ما زالت هناك 4 مباريات في الكونفدرالية وفارق النقاط بين الزمالك ونصر حسين ضاي المتصدر 3 نقاط فقط، فالفريق الأبيض ليس فقط قادرا على التأهل ولكن الصعود متصدرا. يلعب الزمالك مبارياته المقبلة في الكونفدرالية كأنها مباريات كؤوس. يستضيف الفريق بترو أتلتيكو ببرج العرب في لقاء مصيري، يجب على الجماهير مؤازرة الفريق في اللقاء المصيري كأول خطوة في مشوار التأهل. الزمالك لديه 4 مباريات متبقية ب12 نقطة، إذا حصل عليهم الفريق يتأهل رسميا كمتصدر بغض النظر عن أي نتيجة أخرى، لأن أقصى عدد من النقاط ممكن أن يصل له أي فريق هو 13 نقطة أيضا من نصر حسين ضاي الجزائرية، ولكن الأفضلية ستكون للأبيض عن طريق المواجهات المباشرة. وحتى في حالة فوز الزمالك على فريقي بترو أتلتيكو والثأر من غور ماهيا في المباراتين المقرر إقامتهما في مصر والتعثر في أحد المواجهات المقبلة، تبقى حظوظ الفريق في التأهل قوية، إذ يجمع الزمالك بتلك الطريقة 7 نقاط على الأقل، ونتائج الفريق الأخرى مع بعضها البعض سيعطل مسيرتهم ويكون للفارس الأبيض فرصة قوية في التأهل. وستكون نتيجة نصر حسين ضاي أمام بترو أتلتيكو في الجولة قبل الأخيرة هامة لتحديد منافس الزمالك على البطاقة الثانية. التعثر الأخير للزمالك لن يكون نهاية المطاف للفارس الأبيض، إذ أنه أمر طبيعي في المنافسات الإفريقية، وقد حدث ذلك العام الماضي بمجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا. فبعد جولتين تذيل الأهلي الترتيب برصيد 1 نقطة، وتفوق الترجي 4 نقاط في الصدارة، ولكل من تاون شيب رولز البتسواني وكامبالا الأوغندي 3 نقاط، ونجح الأهلي وقتها في الفوز ب4 مباريات وحصد 12 نقطة متتالية، ينهي مجموعته متصدرا، حتى وإن كان تعثر في أحد مبارياته كان سيتأهل كثاني المجموعة. المستشار مرتضى منصور أعلن أنه سيتحاور مع السويسري جروسا حول الفترة الماضية للعودة للنجاح في هذه المرحلة التي يعاني فيها الفريق الأبيض من ضغط مباريات محلية وإفريقية. الزمالك الذي يعود للمنافسات المحلية على أحد المقبل أمام منافس عنيد وهو إنبي، ينتظر منه أن يصالح جماهيره الغاضبة بفوز يواصل فيه صدارة الدوري الممتاز. بعدها سيعود للبطولة الإفريقية بلقاء مصيري أمام بترو وأتلتيكو الأنغولية على ملعب الجيش ببرج العرب، في ظل دعم كامل من الإدارة وأمير مرتضى المشرف على الكرة وقيامهم بصرف المستحقات المالية للاعبين أولا بأول وتوفير كل المتطلبات للفريق من أجل إنجاح الموسم وحصد البطولات.